السلام عليك. سلام. شو اسمك خاله؟ بدرية خضير قمر. بدرية خضير قمر. نعم. خاله شنو رايك بهذا ال... خاله خلف الله عليكم، طرتوا كشي وساعدتوني صاحبتي تامه، ما قصرتوا وجزاكم الله بالف خير. انت صواب وما فرش وما قصرتوا، سبع رضوات عليكم. رحم الله. خاله والله يسركم، والله يرضى عليكم الدنيا واخره. رحم الله. ما تقصرون عن الفقره. ان شاء الله ان شاء الله. والله احنا نتمنى الله يوفقنا وبعد ازيد نساعد وبعد ازيد نطلب وبعد والله ما قصرت يعني نتوسع بهذا العمل وهذا المجال. نتمنى الله يعطيك كل من ينطي يحميكم ويصركم. والله خاله رحم الله قلبه رب. الله يسلمك خاله رحم الله والديك. ان شاء الله متناية بهن بهاي الصوبه وهذا المفرج. على الطيبات مالكم. الله يسلمك رحم الله والديك. انت لطيف انت لطيف. شلونك خاله؟ هلا عيني. هلا. شنو رايك خاله بهذا العمل بهذا النظام مال البضائع؟ يعجبكم يعني احسن ريع عندكم وتساعدون الفقراء، ونشكر الحجي على هالمبادره الحلوه، واحنا ممنونين لكم وطبعا ساعدتونا يعني كلش. رحم الله والديك. الله يسلمك. واحنا نشكركم وان شاء الله يعطيكم العافيه والصحه. الله يسلمك. ونشكر الحجي على هالمبادره الحلوه. الله يسلمك. يساعد الفقراء. شنو رايك بهذا الشغل مال نظام البطاقه وانت تجين تاخذين اللي تريدي؟ شنو رايك بهذا الشيء؟ نظام حلو وطلعتوا لي كشف واخذت احتياجاتي. رحم الله والديكم والله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمك. والله يزيدكم ان شاء الله. رحم الله والديك. يعني انت هسه عجبت مثل هذا الشيء؟ اي حلو يعني. تجين وتاخذين اللي انت محتاجته؟ محتاجته بالبيت. الله يوفقكم. رحم ان شاء الله والديك. على ضوء الكشف اللي انت قلتي مو؟ اي ان شاء الله موفقين ويزيدكم ان شاء الله الله اكثر. رحم الله والديك. الله يسلمك. مشكوره خاله. رحم الله والديك. الله يسلمك.